مساء الخير على الجميع، يا رب تكونوا بخير. النهارده مش هتكلم حاجة خاصة بالسيستم، بس هتكلم في نقطة الناس كانت بتسأل عليها كتير، وعشان أطمنكم وأبشركم بالنسبة للناس اللي كانت بتسأل محتاج خبرة، محتاج الإنجليزي، محتاج مش عارف إيه عشان أشتغل في السياحة، محتاج، والناس كانت بتقول اللي يشتغل في الكويت محتاج إيه، ومحتاج لغة مش محتاج لغة، برضه نفس الفكرة. فأحب أقول لكم إخوانا، الأرزاق على الله في الأول وفي الآخر، تمام؟ حب المجال هيحبك، وحب المجال هيود المجال هيديك، تمام؟ وحب شغلك ربنا هيبعتك رزقك. انت داخل المجال ده اكل عيش وطبيعي زينا زي اي حد، عايزين نعيش يعني، بس شغالين في مجال حابينه، غير ان احنا شغالين عشان نجيب منه فلوس. فانا لسه خارج من عندي حاليا، تمام؟ شخص محترم جدا، ده الراجل ده كان عميل عندي، تمام؟ يمكن لي 5 سنين او 6 سنين من بعد ما فتحنا الفرع الحالي اللي انا فيه من 5 6 سنين، ده عميل الراجل، بيحجز حجوزاته من عندي ورحلاته من عندي كلها. يعني انا ليا فتره ما شفتهوش طبعا عشان وقت ازمه كورونا، وانا كنت من حوالي سنه ما شفتهوش يعني الراجل، فشكله اتغير. المهم دخل عليا الراجل بيقول لي الاستاذ فادي، فهو شافني برضو اتغيرت ولا ايه مش عارف. فالمهم بيقول له شكلك اتغير. المهم حكينا ازيك، عامل ايه، اخبارك، تمام، حلو. فالراجل عارفني، تمام، طبعا بيجي يحجز من عندي، فالحمد لله يعني. انا الحته دي انا اعتز بيها. فالراجل بيقول لي انا شايف شغلك حلو ومنسق وتمام، وانت رجال محترم وزوج وكذا وكذا، شوف لي حد يكون موظف بيعرف يشتغل زيك. لانه طبعا هو قبل ما يكون صاحب شركه حاليا كان عميل عند ده وده 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 وده، وكان بيروح ويحجز ويشوف. فالراجل قرر يفتح شركه سياحه، فتح الشركه حاليا، وان شاء الله يفتتحها بعد العيد. بس هو جالي متاخر طبعا، حاليا بعد العيد ده يعني بسيط انه يقدر يحصل حاجة مثلا. بس المهم انه الراجل، تمام، عايز حد في، احنا في الكويت بتكلم عن الكويت يا اخوانا، عايز حد. لما بسأله طبعا عندك موظف مش عارف ايه، ما عنديش، لا ما اعرفش، حاليا ما فيش حد في الكويت اصلا، حاليا ما فيش حد جاهز ان هو يشتغل اصلا، معظم الناس في مصر، معظم الناس نزلت مصر. قاعد نتكلم عن الوضع الحالي، فبقول له ليه هتفتح يعني، استنى شوية. بيقول لي لا ان شاء الله هتفتح. فالمهم الراجل عايز حد يشتغل معاه حتى لو مش واخد كورسات اصلا، تخيلوا يعني، مش قوي. بس طبعا ده لازم، عشان الاعلان المدني لازم يكون هياخد الكورسات بعد ما يروح له طبعا، وعشان يثبت ان هو ايه، بعد ما حاول اقامه عنده، عشان يثبت انه الاعلان المدني ما لهوش مشكله، بعد ما تروح هتاخد الكورس نفسه عشان تاخد الشهاده طبعا. بس المهم هو عايز حد يكون يعرف يشتغل يحجز بس فقط على الاجل. ده اللي قاله له الراجل والله من لسان الراجل، قال انا عايز حتى على الاقل يقدر يعمل الحجز. ان هو راجل اصلا في زنجه، تمام، ومحتاج حد، وجالي انا على اساس يعني ممكن اعرف حد او ارشح له حد، يعني انا شايف ان هو كويس ينفع، لو مش كويس مش هرشحه. انا مع احترام ليكم ما اعرفش حد فيكم، تمام، بس اللي في الكويت يا اخوانا وشا يعني الاقي نفسه ان هو ممكن يعرف يشتغل على السيستم، او يقدر يعمل يقفل حجز، او عنده خبره ما عندهوش خبره ايا كان، بس يعرف يشتغل على اي سيستم ويقفل حجز، يبعت لي ايميل او يسيب لي كومنت بايميله، او يقول لي بعت لك ايميل، عشان انا الايميلات ما بتوصلني، انا عندي اكتر من ايميل على التليفون وعلى الكمبيوتر، فمش بيوصلني اشعارات من كل الايميلات، فين وفين على ما يوصل لي اشعارات، انا فاتح اكتر من ايميل عندي، تمام. فاللي عايز اخوانا يبعت لي، ربنا يكرم الجميع ويرزق الجميع، يبعت لي رقم تليفونه، يبعت لي تفاصيله، يبعت لي السي في بتاعه عامه على الايميل اللي في القناه، الايميل القناه نفسه، تمام، وانا هاخده اديه للراجل، تمام، هو هيكلمك يتفق معك طبعا اقامه قبل التحويل، او هتاخد، انا ما اعرفش اي تفاصيل والله. انا حتى بقول له انا عامه ما اعرفش، انا لو عايز اعمل لك اعلان قال لي اعمل للراجل، تمام، هو الراجل قال لي اعمل. فانا عامه انا ما اعرفش اي تفاصيل عن الوظيفه، عن المرتب، عن فين، الا اللي اعرفه في الجهره بس المكان، تمام، في المولات اللي هنا في الجهره، ده اللي اعرفه، المكان في الجهره. اللي حابب يشتغل، اللي قاعد في البيت شركته قفلت، اللي مش لاقي شغل، اللي وقفت قفلت الافرع بتاعته، اللي كفيله عايز يحاول بسرعه، تمام، يسيب لي اخوانا السي في بتاعه في الايميل، وانا حاضر لكم. يكون في الكويت يا اخوانا، عشان انا بكلمه بقول له تقدر تجيب حد من بره، تمام، بيكون يعني ايه، يا الله، ليك استثناءات، او انا اللي فهمته من انه مكفول العماله، ما حدش يقدر يجيب عماله حاليا يعني، موظفين حاليا من بره، بس في استثناءات. قلت له دور عليها كده، لا ما فيش ولا حاجه، حاولت ما ينفعش اجيب حد من بره، فانا عايز حد حاليا من هنا، وبعد ما تفتح ان شاء الله نقوم نجيبه من بره.
فحاليا يا اخوانا اللي عايز يشتغل في شركة سياحة لسه جديدة، تمام، دي يعتبر انت هتقعد انت موظف فيها من اول زبون هيدخل هيبقى بتاعك. بأمانة دي فرصة. انا لو الشركة هنا قفلت وجالي بالسلامة سافر مصر، انا كان زماني مع الراجل ده، بغض النظر عن، يعني هو راجل كويس ومحترم جدا، بس بغض النظر عن اي حاجة، انت مكان بيفتح جديد وانت هتكون فيه والزبون اللي هيدخل هيبقى يعرفك، اسألوني انا، لانه انا فرع جديد فتحته على ايدي انا، بما فيهم الفرع ده برضه اول ما فتح على ايدي، يعني مش على ايدي انا، ما مش ما اخترعتش حاجه فيه، بس انا اللي كنت المسؤول بتاعه، وانا كنت موجود من وقت الافتتاح. حتى الان الناس اللي تيجي بعد ما سافرت، الاستاذ فادي فين؟ فادي موجود مش موجود؟ حتى الان ناس تسال برضه على موظف كان معايا يوم الافتتاح من اول ما فتحنا، لان احنا اللي كنا معروفين في المكان انا وهو بس اللي كنا فيه في الفرع، انا كنت مسؤول الفرع هو موظف حيز الراي، وانا موظف حيز برضه زيه بس مسؤول زياده، دي يعني مسؤوليه زياده. فالمكان اللي هتفتح فيه واول تتعامل معاك مع انت مع العميل، خلاص انت كسبت العميل. حتى الموظف اللي هيجي بعدك هياخد الجداد برضه، انت هتبقى لك موظف وشغلك هيبقى، يبقى انت هتعمل مبيعات اكتر من اي حد يجي بعدك. فالراجل عايز موظف او موظفين يشغلوا له الفرع بس في الوقت الحالي، او يكونوا في الفرع في الوقت الحالي، هيفتح بعد العيد. اللي عنده اخواننا عايز يشتغل، عنده عايز يقدر يحاول الاقامه بتاعته، او لو ما يقدرش، بس اللي هو لو واقف حتى الشهرين ثلاثه دول يجي يتفق مع الراجل عادي، انا ممكن اظبط له الدنيا، بس مع احترامي اللي هيجي ده ما يحرجنيش مع الراجل، لانه مش هقول له تابع، انا هقول له الراجل، انا قلت للراجل هعمل لك اعلان، فهقول له جاي من عن طريق الاعلان، بس الناس اللي هي دي انا اثق فيها برضه. فانا شايف ان كلكم برضه عايزين تتعلموا، وكلكم عايزين عندكم خلفيه كويسه، وعايزين تتعلموا حاجات وبتسالوا كتير. فاللي شايف نفسه اخواننا يقدر، الراجل في الجهرة، أنا معايا رقم الراجل وأعرفه شخصيا، الراجل وراجل محترم جدا، بس كشغل عشان ما برضه أقول اللي ليا واللي عليا، كشغل راجل أنا ما جربتهوش، أنا مع أول مرة أعرف إن هو يفتح، ما جاليش أصلا، ده إحنا فترة ما تجيبناش، ما جاليش قبل كده أنا وأفتح ولا بتاع، ولا حتى سألنيش كسؤال، ناس كتير بتسأل، بس هو الراجل ده عامة ما سألنيش قبل كده، أنا نفسي أفتح سفريات، بتكسب بتخسر مش عارف إيه، ما سألنيش. ده صدفة، هو الراجل جه النهاردة بيقول لي أنا فاتح وعايز كذا وكذا وكذا. الراجل انا ما اعرفوش كشغل، انت اللي هتقعد معاه، انت اللي هتتفق، عجبك عجبك ما عجبكش ما تقولش فادي جابها لنا، فادي جابها لي انا، اخوانا ما الا وسط خير، الراجل بيدور ومزنوق، تمام، هتيجي تقعد معاه تتفق معاه اتفاقاتك ودنيتك، ما ولا كانك تعرف فادي اصلا، انا مجرد راجل بعمل له اعلان مش اكتر، فايده للراجل اللي عايز يفتح بعد العيد، وفايده للموظف اللي عايز يجي، او الفايده لاي احد قفلت شركته وقاعد في البتاع ده. ان كان على مصر فيها موظفين كتير، الهند في كل مكان فيه، بس لو فتح ما كانش مكان، هو انا عارف لو فتح ما كانش لجأ لي، يعني كان هيروح مصر ينزل، هم عباقرة في الحتة دي، الكويت هنا فاهمين مصر وعارفين وعارفين وعارف يدور فين كمان، يعني هو عارف يروح يدور فين اصلا، بس للاسف واقفة الدنيا، الاقامات الشؤون قافلة في الكويت زي ما انتم عارفين حضراتكم طبعا. ف يعني ايه يعني، شوفوا وابعتوا لي، اللي يبعت السي في بتاعه وقت ما تبعت السي في انا هبعته له، وابعته له واتساب بالراجل على طول، يعني اللي حابب اخوانا يشرح لي الوضع بس بتاعه بعد اذنكم عشان انا اوضح للراجل، تمام، او هو هيكلمك تستشفي معاه، يعني يشرح لي الوضع، هو يقدر يحول لما ما يقدرش يحول حاليا، والله ممكن كمان التحويل قافل والله اعلم، شركته قافله مثلا عايز يشتغل شهرين ثلاثه مثلا، شركته قافله تفتح في شهر 6 في شهر 7، عشان يبقى الراجل عنده علم، ما تشتغلش معاه اسبوع واتنين وفي الاخر تقول له مع السلامه، شكرا انا عملت اللي عليا معاك، ولا انا ما مش هقدر اكمل معاك. لا، يا ريت يا اخوانا يكون في صراحه، زي ما الراجل هيصارحكم وانا هقول له برضه ان هو يصارحكم باللي فيها، ومش اللي يقوله لكم هيمشي عليه الراجل، يعني ده انا ما وعدتكوش بيه ان هو يمشي عليه، بس انا هتفق معاه بعد اذنك، الناس دي جايه من طرفي وجايه عن طريقي، وانا بالنسبه لهم ثقه برضه، فهم جايين وانا شكرت فيك وانا عملت وانا قلت انا كذا، فبعد اذنك اللي يجي اللي تتفق معاه عليه امشي عليه لحد ما يمشي من عندك، او لحد ما حضرتك تستغنى عنه زي ما يكون. ولو مع ممكن انت ما يعجبكش الشغل، او هو ما يعجبهوش شغلك بعد كده، فمش شرط هو اللي هيقول لك هيمشي عليه برضه من ناحيه، مرتب ماشي، العقد ماشي، مش عارف ايه الكلام ده، الحاجات العاديه دي طبيعي اكيد ان شاء الله هيمشي عليك معاك عليها، بس انت شغلك مع انت بتيجي متاخر، انت شغلك الساعه 5 المغرب يخلص، عايز تمشي من الساعه 3 العصر، مفيش غيرك في المكتب، مش عارف ايه الحاجات دي، صاحب الشغل مش هيرضى عليها، محدش هيرضى بيها طبعا. ف ايا كان الحاجات دي عاديه بعدين، يعني مش قصتنا، بس انا عايز اللي عايز اقوله لكم، اللي يبعت لي الايميل يا اخوانا يكتب فيه طبعا السي في معروف هتكتب فيه ايه،
واشتغلت فين ما اشتغلتش، لسه معاك كورسات ما معاكش بتاع، السي في ده معروف يعني. تمام. بس اللي هيبعت الايميل يكتب فيه لو هو شغال حاليا وامتى هيسيب الشغل، او هو يقدر يشتغل بعد العيد ولا ما يقدرش، يقدر امتى يبدأ الشغل. غير كده هو عنده اقامة وهيحول خلاص الشركة، جيت تشوف لك اقامة او شركته قفلت او ما قفلتش، او الشركة بتاعتك ادت لك مهلة 3 شهور او ان هي هتقفل لمدة 3 شهور قدام او شهر او شهرين. يكتب لي كل التفاصيل دي بحيث ان انا اعرف الراجل هتقعد معاه كام يوم او كام شهر او كام اسبوع او كده، هبلغه ان اوكي بالنسبة له. اوكي هو عايز يفتح، فطبيعي حتى لو هتقعد معاه شهر واحد بس، انا واثق ان هو هيقول لك تعالى، ما فيش حد معاه الراجل يعني. فشوفوا يا اخوانا، وربنا يسهل ان شاء الله ويرزقنا جميعا ان شاء الله.